برجولية تجي تعمل موضوع في تونس مثلا، هاي تعمل نصبة ببتزيرة تفكلك، تمشي تبيع عشرة كيف كيف شدك الحاك، تمشي تصلي كيف كيف شدك الحاك. معناها مش تمشي، انا مثلا عمري 21 سنه نمشي نخدم في مرمى سيح مش كوميه مش عيب معناها، اما فهمتها كيف نتقبل ايه انا نحس خدمه المرمى تقش عليك عديت عام جيش. يعطيك الصحه، انا معني ما نحبش نتعب، مش من نحب نخدم نحب نعيش كلاعبيات، فهمتها هذيك هي. ممكن انا فهمتك، انت تحب على قد التعب على قد الفلوس. يعطيك الصحه، اما نحب نقول احكي لسيد، تحب تاخذ حقك بالكامل. يعطيك الصحه، حب نحكي موضوع يخص يعني الحرقة، فهمتني؟ برجولية سيد السيد قيس سعيد، فهمتني؟ قيس سعيد ايه ليه الله عند رسول الله. شوف لنا حل خويا، لنا الشباب نحكوا في اللوجيك، فهمتني؟ الشباب خويا ما كيفاش نفسر لك، معني ضيقت بيا، فهمتها؟ اللي حربش واللي زطل واللي يسوبي واللي يفك واللي يسرق واللي ينطر كل على بعضها، فهمتها؟ باش ينسى الوضع اللي فيه؟ مش لا مش باش ينسى هذا معني اجريسيف يتسمى هذا، فهمتها؟ خارج عن نطاق الموضوع. باه يا خويا كيفاش نفسر؟ المهم توا هو عايش في البطاله، الشاب التونسي عايش في البطاله، منين يجيب حق المخدرات؟ مخدرات تتصرف، تمشي تتصرف تاخذ جونتا، فهمتني؟ اما ليه مش كل جونتا، انا كنت كيف الجونتا تعرفش تحكي لي كل لي انسان برا فيق على روحك، معناها شوف حل شوف مخير مخي تحرق، اقف على مستقبلك. باه انا خويا ناكل في ثلاثه كعبه ترتا مش فخره، معني باش ننسى، فهمتها؟ فهمت عليه؟ اما قاعد نذبل كالشمعه، عرفتها للشمعه وتنسى، كي نفيق نتذكر، كي نبدا شيخ ننسى، فهمتني؟ أم بالرسمي والله شوفوا لنا حل مثالش خويا، كيفاش نفسر لك؟ خلي الشعب خويا يحرق، دي رانا الشباب تحطمنا، بالرسمي نحكي على الشباب ونحكي على روحي معناها، فهمتني؟ خاطر قاعد نشوف انا خويا العباد هذا ما يعيشوا بالمظاهر، به ما فماش معناها حل باش كيفاش نفسر لك، ما فماش حل باش نجموا نعيشوا به في تونس، فهمتني؟ برجوليه خويا مثلا انت سي قيس سعيد كبروا بيك، معناها سي قيس سعيد مثلا انت ولد خويا شوف له ماك شايف له حل صحيح، ولا تليفونيات وكراهب ولبسه، وانت خويا تاخذ 30 مليون في الشهريه وجوك مريقل، معناها ما عم بالكش بالشعب، فهمت؟ بدي الشعب تحطم، والله نحكي معاك ورسختي، والله الشعب راسي شباب نحكي لك، اه فما خويا اللي ما عندوش من استقاط فما، فهمت؟ اما نطلب من الرئيس خويا شوف لنا خويا نهجوا الزونة حتى معناها وين تحبوا وانتم، هم رحلونا من تونس خويا، خلي هيكم لكم انتم وعيشوا فيها، معناها فهمتني؟ عيشوا البسوا خذوا تليفونات عيشوا فيها، عشت ما شئت فانك ميت، فهمتني؟ اما انا نحب نموت في الغربه، فهمتني؟ فما واحد يحب يموت في الغربه، والله قلت لي نحب نتغرب مشيت معاك، اما تموت في الغربه غاديك ما عادش نرجع لها بلادي، يعني نوصل الغربه ورس خايتي وراكش حد في تونس؟ اسمع نوصل انا لايطاليا نعمل خويا شو اسمه هو كاللجوء ما عادش نروح لها تونس، فهمتني؟ داركم في تونس اهلك عندي امي وبابا تفرقوا على بعضهم، فهمتني؟ لقيت انا كيك امي في ليبيا بابا في تونس هيكا، ولازمك باش تنقم، فهمتني؟ نخمم خويا في حاجه بركة. انت تحب تشد طريقك؟ نحب نشد طريقي وحدي معناها، فهمتها؟ وتحب تاخذ اجنبيه بالطبيعه؟ اجنبيه والله ما مخمش فيه موضوع العرس والله. انت توا تعطيك خدمه ساعه ومستقبلك يتضمن، مش برشا فلوس كومي نلم شويه فلوس، فلوس نجم تخليك عايش مرتاح في تونس. قلت لي ما عادش تحب ترجع لتونس؟ نرجع لتونس، انا خويا نحب نحرق خاطر قبيليك، قلت لي نحب نكون ونهبط لتونس. انا نقى خويا 5 مليون تويكا تويكا نمشي خويا نحرق انا تويك والله حرقه، حتى من الحرقه غليت 5 مليون ريت 5 يستر 5 مليون نحرق ما عادش نبقى فيها تونس والله. تمشي غاديك تك توصل غادي تك تخدم شويه بزنس شويه خدمه بالحليال تلم شويه فلوس، شو هي حرام فهمتني؟ شنو هو الحرام؟ حلال اما حرام؟ حلال وحرام خاطر انت باش ترسكي، فهمتها؟ على شنو تحكي بالضبط؟ على الحرقه؟ على الحرقه ماك حرقت وصلت باش تخدم شويه حلال وشويه حرام باش تلم برشا فلوس تقف على ساقيك، فهمتني؟ تخدم بالحلال لحظه تخدم كيفاش يا ربي؟ تحب تحلل فلوسك هما حرام ام باش تحللهم؟ مش باش نحللهم. شنو هو الحرام غادي؟ الحرام كل شيء حرام، بيضه سرقه مافيا خدمه باش تحب. علاش يا وليدي علاش؟ علاش؟ ما فماش حاجه بالسير، فهمتني؟ ما يثمروش راهم حرام. ما يثمروش. هي نعرف ما يثمروش. اما لهنا ما يخلوكش حتى ما عندكش فهمت يحقروك، فهمت عليه؟ ايه. مثلا انا راجل تولي دينار ما عنديش يجيب.
عمليا في الذكرى عندي فهمني بالرسمي ساعات نبدا. هذه اكثر حاجه تغيظ الراجل انه ما عندوش فلوس في مكتوبه. مثلا نمشي نعمل قهوه، نعمل كاسكروت لباني كافتيجي اللي يجي مثلا، نمشي نعمل قهوه انا صاحبتي. ليه وعملت اغلى؟ يعطيك الصحه صحيتك، قلت لي باش تعمل قهوه انت وصاحبتك لازمك فلوس. ما عادش نجمو نعيشو في بلادنا فهمتني. اخر مره صاحبتي خويا مشيت باش نعمل قهوه قال لي 6000 زوز قهوه، مش خلصهم من 6000. شو عملت؟ شو عملت؟ خلصت ماما 6000 يا معلم سيح ولا ليه؟ شو شي ناخذ كاسكروت فهمتني؟ يقول لك 5000 اقل كاسكروت هذا فهمتني؟ عليه يعني فيش تاخذ باش اقل سبيدري ب 200000 100 120 باش تاخذ سبيدري ب 30000 معني حتى باش تاخذهم الفري بنفس الاسوام معناها يعطيك الصحة 200 و150 300 هكاك من 80 وانت طالع فهمتني؟ اقل سرويال ب 40 50 مش يجيبهم يا فهمت؟ برشا مصروف يعطيك الصحة خويا. انا يا سي قيس سعيد اللي يحرق بالليله ترجع فهمتني؟ راهي عباد معناها يعلم بها ربي كيفاش معناها رجع دبرت الفلوس فهمتني؟ وباش يحرق معناها يشدوه في شطر البحر عليا ما قالش ربي. والفلوس تمشي، والفلوس تمشي عليا جمله الكل. يعطيك الصح. مثلا خويا سيبنا خلي يحرق، خلي يحرق معناها. ونجي نحكي حكايه اخرى على الحاكم خويا، راه بقى معنا الحاكم في تونس راه والله ديحنا شباب بقى معنا بالرسمي اللي تسب امك وتهان عليا معل في عهد بن علي مش قمعنا. انت ما زلت بيبي في عهد بن علي؟ يعطيك الصح مش بيبي، اما 10 سنين بريزك ما نفهم شيء. يعطيك الصح. اما حسب ما يحكوا لي معناها جونا مريقل كنا معناها. يعطيك الصح. توك تهز 40000 ما تنجم تعمل بهم شيء فهمت؟ هو الشاب التونسي قداش يصرف في النهار في الطبيعي ماما؟ ولا تنجم تصرف دينار، تنجم تصرف 20000 فهمتني؟ كي اللي في مكتوبك يعطيك الصح. معناها اللي في مكتوبك هذاك باش يتصرف. يعطيك الصح. هاي هذيك هاي. شنو تطلب؟ شنو تتمنى؟ انا نتمنى خويا ما عادش يقمعنا الحاكم هذا في بلادنا. رانا تحتمنا، قمعونا بالرسمي يا سي قيس سعيد، رام قمعونا فهمتني؟ نتمنى خويا نحرق والشباب التونسي يحرق. صح. فما تمييز في تونس؟ تمييز فما عنصريه ما بين اللي لابس عليه ولا ها احنا باش نعيشوا كي مصر معناها تبقى العليا وتبقى احنا هكيكا توا. اما نحكي مثلا كي تدخل اداره كي حاجه هكا باش تمشي مثلا تدبر خدمه ينجموا يقبلوا طفله عليك. يعطيك الصحه. هاي خاطر صاير هذا والبنات تول تحكم عليا ما نحب نعرف يعني. مسيطره ام برجوليه يا بنت كيفيه البنات هذا ما خويا معناها عليا يعملوا كي يلبسوا شبيهم شبيهم وكالفازيت فهمت معناها عيب معناها فهمت احترم. انت حذار ما تخليش صاحبتك تلبس. دي مش صاحبتي معناها خويا اللي عنده اخته برجوليه يكبس عليها والله. دي كيفاش افسر لك؟ خلاف الطقس بارد ماهوش مش نتاع ميني معناها عيب. مانيش نصلي ولا حد شيء معناها عيب فهمت. عيش كيما تحب ما احترم روحك معناها فما باش العباد تحترم. ساعات انا تعدى طفله معناها اعوذ بالله من فهمتني نقول عليها معناها نتمنيك عليها من الاخ. تعدى طفله محليها لابسه خمار ومحترمه روحها والله نقول محليها والله ما شاء الله عليها فهمتني معناها. اللي عنده اخته خويا يكبس عليها ويسي قيس سعيد خرجنا وكا وشوف شنو نحكي لك اكثر من هيك. نسبة كبيرة نتاع شباب في نفس الوضعية نتاعك. اما برجولية راه واحد شمعته تشعلت فهمتها وماشي. لا 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 ما نحبكش تتشائم، خليك ديما متفائل. متفائل اي اما واعمل الخير وانساه ربي يعطيك. يعطيك الصح. اي كلمة الختام. كلمة الختام يا سي قيس سعيد، راهم قمعونا في بلادنا الحكية البوليسية زعما راهم قمعونا فهمتني. وماذا بيا خويا الشباب الكل الجزائر المغرب موريتانيا ليبيا خل تحرق يا خويا هزونا يا معلم. حتى لاسرائيل عادي نعيشوا مع اليهود عادي فهمتها. اختانا من هنا بالله رانا تعبنا والله. قمعنا خويا الحاكم راه قمعنا. تتشد في البرد تاكل تريحه معناها عليها وتتسب امك وفهمتها. احرق خل العباد تحرق فهمتني. وبالرغم راني تو هاني فهمتني 6 متاع العشيه نمشي ننقز البرد فهمت. بدل درشي ننقز البرد كل يوم كل يوم. ايه ولعل ربي معناه خير يسهل لي باش نخرج. يعطيني فرصه يا ربي يعطيني فرصه. شوف حتى لو كان ربي ما عطاكش فرصه معناها فيها خيره. ما عطانيش فرصه باش يجي نهار ويعطيني فرصه. نحكي لك كان ربي ما عطاكش فرصه راهو اللطف ممكن كنت باش تصير لك حاجه خايبه في البحر فهمتني. عايش اختي. ميرسي بوكو ان شاء الله ربي يسهل لك اختي. يا عايش.